السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نرسم حمام سباحة. يعني الناس دي عايزة تبقى عندها حمام سباحة وصيفي وبتاع، فاجي هنا وول، واول حاجة اعملها اعمل حيطة خاصة بحمام السباحة، لان هو بيبقى سيراميك وبيبقى فريش من ناحية واحدة وهكذا، فلازم يبقى ليه حوض خاصة بيه. هاجي هنا اديت، دي طبعا مش فينش، دي ستراكشر، وبعد كده اقول له انسيرت، دي اللي هتبقى فينش، تمام، واديها الكاتيجوري بتاعتها سيراميك، واقول له اوكي. اقول له دي مثلا خليها بوينت 2، اوكي. خليها بوينت 1، واقول له اوكي. وبعد كده هاجي هنا من اركتكتشر واقول له ان انا عايز ارسم وول. طيب هرسمه من انهي ارتفاع؟ انا هرسمه هنا مثلا من دور الرصيف، تمام، ماينس يعني الدبس اللي تحت مثلا 2 متر، وهاجي هنا ابدا ارسمه بالشكل دوت. طيب هعمل سيلكت بقى على الفلور دوت واقول له اديت، بقول له اطرح لي حمام السباحة. وبعد كده عايز ارسم الفلور. لما تيجي ترسم الفلور في 3D ما بيوافقش، تمام، بيقول لك ارسمه في البلين. فاجي هنا على الموقع العام واقول له اعمل لي دوبليكيت، مش ظاهر عندي، فهقول له دونت كروب. وبعد كده هقول له ان انا عايز اعمل فلور اركتكتشر، وهنا برضه نفس الفكرة، أعمل دوبليكيت سويمنج، وإيديت، وأقول له إن الفينش دوت أوكي، وأقول له ارسمه لي مثلا إن أنا أعلم على الحواجز كلها بالشكل دوت، تمام. هنا بيقول لي اكستند انتو وول. طيب نرسمها تاني، بالشكل دوت. طيب اقدر انا عايز اقسمها لحتت، تمام، ده مسوب الرصيف ماينس 2 متر بالشكل دوت. طيب هقول له موديفاي سب اليمنت، واقول له اد سبليت لاين بالشكل دوت، واد سبليت لاين تاني بالشكل دوت، تمام. طيب النقط دي كلها ممكن اقول له النقط دي خليها على ارتفاع متر. يعني ايه خليها على ارتفاع متر؟ يعني هتطلع عن الارضيه الموجوده، وهنا هيبقى في سلوب، وهنا الارتفاع الطبيعي بتاعها. طيب خلينا نشوفها بالشكل دوت. هعمل سيلكت على دي وعلى حيطه واحده بس من الحوايط، واقول له وريها لي في 3D، فيبدا يوريها لك بالشكل دوت، تمام. طيب هعلم على كل الحوايط واقول له اتاش توب، انا عايزها البيس، واروح مختار بيه، فتبقى معايا بالشكل دوت. دي طبعا للناس اللي هي مثلا صغيرين او صغيرين او كده او لسه بيتعلموا السباحه، وده لو حد عايز يدخل. طبعا انا شايف انها صغيره خالص، فهاجي كده واقول له اعمل موف مثلا لحد هنا، تمام. خلينا نعمل سيلكت على السكوب بوكس، الحيط الفلور اللي تحت ده اتحرك معاه بالشكل ده. طيب يبقى لنا ان احنا بقى نحط ميه في المكان دوت. فممكن اجي هنا من اركتكشر واقول له كومبوننتس، واقول له موديل ان بليس، هو اداله اي حاجة، تمام. طيب شوف ايه الحاجة اللي انت فين، يعني خليها مثلا ماس، او بلاش ماس، ينفع تماس، بس خلينا نختار حاجة تانية، موديل امبريس، وخلينا مثلا نختار ديت،
واقول له اكستروشن، واقول له ان انا عايز اشتغل على الحيطه ديت بكابلان الحيطه دي، تمام. واقول له بقى ايه، اعمل لي كليك كده على دي، بالشكل ده. وبعد كده هبدأ بقى اعمل ايه، تريم من هنا لهنا ومن هنا لهنا. طيب هنزل شوية كده عشان المايه ما تبقاش هتغرق الحاجة، بالشكل ده. واقول له موافق، هبدأ من ده لحد الحيطة الناحية التانية. اهم حاجة بقى ان انا اديله الماتيريال، هنشوف فيه ووتر. مفيش وتر، مفيش مشكلة، هنشوف ازاي نعمل ماتيريال جديدة. كريت نيو ماتيريال، واقول له رينيم ووتر ووتر، واقول له يوزر اندر ابيرنس، ومن الابيرنس هاجي هنا واقول له انا عايز اختار من ليكويد، هتلاقي الووتر اهوت. تبدأ بقى تختار الووتر اللي انت عايزها، تمام. وهتبدأ بقى تتحكم في المية تبقى عالية بمقدار قد ايه، الكاستم كولر قد ايه، وهكذا. اقول له اوكي، تمام، هتلاقيها بالشكل ده. طيب تعال نشوفها في الريندر. نعمل ريندر سريع كده. طبعا هنبدأ بقى نحط الكراسي بتاعت البحر، الحاجات دي كلها عشان يبان ان هو حمام سباحة، وتقدر تكبر الحاجات بتاعه براحتك كده. طيب هقول له دلوقتي انا عايز اعمل ريندر ريجن. ريجن دي عشان تحدد هتعمل الريندر منين، هل اللوحة كلها ولا انت عايز تركز على جزء معين. فتقدر تقلل الوقت بتاع الرندر من خلال انت بتقوله ركز على حتة معينة. هنا عاملين اكستيريور سن اونلي، وممكن نحط بعض الانارة هنا مفيش مشكلة، تمام. هقول له رندر، عايز ابدأ اعمل مثلا زي شلال مية تنزل هنا، تمام. فهاجي هنا من ارتكشر واقول له ان انا عايز اعمل كومبوننت، بليس كومبوننت دي لو عندي حاجة جاهزة، لو ما عنديش حاجة جاهزة هقول له موديل ان بليس، وابدأ اختار الحاجة اللي انا عايز اعملها واقول له اوكي. واقول له مثلا عايز اعمل اكستروشن، واقول له الست بتاعي هيكون الحته ديت، وابدا ارسم بقى الشكل اللي انا عايزه، وليكن مثلا حاجه بالشكل دوت. خلينا نشوف الفرونت، مثلا ممكن تعمل حاجة مثلا بالشكل دوت، تمام. وتعمل بقى ايه، خط كده، طيب. وتقدر ترسم ورد، ترسم اللي انت عايزه. هنخلي ده مثلا ويند زيرو اتنين بالشكل دوت. بيقول لي لازم تعمل اوفست منه، اهو. وابدا ارسم اللاين بتاعي عشان يكون شكله مغلق، وبرده هنا وهنظبط له الماتيريال برضو. خلينا نيجي هنا واقول له انا عايز اعمل اكستروشن مثلا، وهاجي هنا هقول له ست، وتقدر تختار اي دور بيك قبلان، تمام. اخترنا مثلا دوت، وابدا ارسم اي شكل مثلا بالشكل دوت. اوفست،
بالشكل دوت، وبعد كده هقفل من ده وده. وده اقول مثلا ارتفاع متر لحد ما اشوف هيبقى كام. تمام، هنبدأ بقى نشده بالشكل دوت لحد هنا كده. تمام، وعايز اديله ماتيريال ميه، فاجي هنا واقول له ووتر، وهقول له دوبليكيت. ده المية ديت عايزة تبقى رايقة شوية، فاجي هنا اقول ووتر ليكويد، هقول له هنا ووتر كلير اهوت، ودوس عليها مرتين فتتغير هنا بالشكل دوت. طيب اللي اعتقد محتاجة ان احنا نظبط لها اللون بس ما يبقاش شفاف كده، فممكن نيجي هنا في appearance، ده الكولر اهوت موجود. وهكذا الجرافيكس واخد نفس اللون، ممكن برضو هنا نديله نفس اللون او لون قريب منه. طيب خلينا نيجي نعمل بقى ريندر كده. هاجي هنا اقول له ريندر. تمام، طيب انا عايز الريجن دوت يبقى هنا كده، واقول له ريندر. زي ما انت شايف في مشكلة هنا في الماتيريال، ممكن يكون محتاجين نخلي الماتيريال الاولاني خالص. اقول له هنا edit in place، واجي هنا واختار اقول له edit للماتيريال. تمام، ممكن اختار ديت او اجي هنا وابدا اشوف ايه المشكله في الماتيريال ديت، ساعات بيكون في صوره ناقصه حاجه كده. انا اقول له دلوقتي ووتر. تمام، طيب خلينا نعمل كده ريندر، او قبل ما نعمل ريندر خلينا نيجي نعمل سيلكت على ديت الماتيريال دي، ممكن نختارها خشب او نختارها ماده مضيئه. خلينا نختار وود مثلا النوع دوت. تمام، واقول له بعد كده فينيش موديل، وبعد كده اقول له اعمل لي الريندر. بدأ يعمل الريندر اهوت، وهيكمل 100% بيطلع جودة حلوة ان شاء الله. طيب هقول له ستوب، وخلينا نيجي هنا عايز ندخل هنا، هبدأ اخد سيكشن من هنا لهنا. السيكشن مظهرش، حلو اوي. هدوس في في واجي هنا في انوتيت، واتأكد ان متعلم على علامة السيكشن. تمام، هاجي هنا على السيكشن، السيكشن ممتد قوي، بدل ما اروح لحد الاخر اقول له مثلا عايزه 10 سنتي مثلا، أو ممكن تصغره مثلا تخلي لحد هنا براحتك. هدوس هنا واقول له جو تو فيو، ده السكشن بتاعي. هاجي اكتب هنا بقى الابعاد مثلا من هنا لهنا مثلا دوت. عايز تكمل خلاص تعمل سيلكت وتقول له اديت، وتقول له مثلا اعمل لي هنا وهنا وهنا، وتبدأ تشوف الحاجات. ممكن تعمل سيلكت مثلا على دوت، في هنا رقم مثلا مش واضح فترفعه بالشكل دوت، والرقم ده برضه مش واضح ترفعه بالشكل دوت. عايزين نكتب الارتفاعات، فهتروح لانوتيت وتقول له اظبط الفيشن، هتبدأ تعلم مثلا على دوت، تعلم على ده، تعلم على دوت. انت كده بتديله الارتفاعات. طيب عايز اديله الميول، فهقول له اظبط، يبدأ يقول لي الميول هنا قد ايه. عايز اديله ايه تاني، عايز اقول له مثلا انجل من هنا لهنا، يبدأ يديني الانجل بتاعتي. عايز تحط هاتش هنا من النتيجة، هتقول له ريجن، وتبدأ ترسم الحاجة اللي انت عايزها، خليها كده. وده الخط الخارجي، ولما تقول له اوكي هيبدأ يقول لك اختار الهاتش اللي انت عايزه.
مثلا ده لو انت عايز دوت، لو انت عايز مثلا حاجة بشكل دوت، فتقدر تختار الهاتش اللي مناسب ليك بالشكل ده. فزي ما انت شايف كل الأوامر اللي انت بترسم بيها بالأوتوكاد موجودة هنا وبسهولة في قائمة أنوتيت. لو انت عندك حاجة ديامتر، عايز تعرف الديامتر أو الراديال أو الأرك لينس، كل الحاجات دي تقدر تجيبها من هنا. سبوت كوردينيت برضو هيقول لك الإيرث والنورث قد إيه بالشكل دوت.